أكد الشارع التجاري في مملكة البحرين أن المبادرات الوطنية التي تقدمها الحكومة ضمن خطط التعافي الاقتصادي تؤكد الحرص على أن يكون المواطن ركيزة للعمل والتنمية والتطوير. هذا وقال السيد وليد كانو نائب الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال إن القطاع الخاص يدعم الخطوات الحكومية والمشروعات التي من شأنها البناء على ما تحقق من منجزات تنموية. وأكد أن احنا في غرفة البحرين استجبنا لهذه التوجيهات واجتمعنا مع ممثلي الشارع التجاري وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتشاور فيما بيننا ووضع مرئيات تهدف إلى الوصول إلى خطة التعافي الاقتصادية. وقد قمنا في السنوات الماضية وخاصة في الفترة الأخيرة بعمل الكثير من الدراسات، حوالي 30 دراسة وقدمناها للجهات المعنية في الدولة من منطلق الكلمة التي قالها رحمة الله عليه المغفور له الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة لما قال التجار شركاء في بناء البلد تحت قيادة جلالة الملك. والحمد لله أصبحت اليوم غرفة البحرين الضلع الثالث في تشكيل القرارات الاقتصادية بصفته الشريك مؤثر ومتأثر بقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية.